وعلى كل فؤاد يتعذب وعلى الضلع الذي أدمى صوته وعلى رأس من السيف تخطب وعلى من ذهب القدر سموه وعلى الخد الذي حقر المترى وعلى النحر الذي قز ولهك بعده الجسم على الغبراء يصلى وعلى الجسم الذي في السجن يرمى بسياق وعلى الأوجاع يسحب كلما يضربه صوت الحقادة يذكر الصوت الذي يغرب زينب يذكر الصوت الذي يغرب زينب صلوات الله مولاي عليكم وعلى كل فؤاد يتعذب وعلى الضلع الذي أدمى صوته وعلى رأس من السيف تخطى وعلى من ذاق بالبدر سموما وعلى الخد بقهر مترى وعلى النحر الذي هز ولاك بعده الجسم على الغبراء يصلى بعده الجسم على الغبراء يصلى وعلى الجسم الذي في السجن يرمى بسياط وعلى الأوجاع يسحب كلما يطلبه صوت حقودا يذكر الصوت الذي يغرب زينب يذكر الصوت الذي يغرب زينب صلوات الله مولاي عليكم وعلى كل فؤاد يتعذب وعلى الضلع الذي أدمى صوته وعلى رأس من السيف تخطب وعلى رأس من السيف تخطب وعلى من ذاق بالقدر سموم وعلى الخد الذي قهرا مترب وعلى النحر الذي حس ولكن بعده الجسم على الغبراء يسلب وعلى الجسم الذي في السجن يرمى بسياط وعلى الأوجاع يسحب كلما يضرب صوت حقود يذكر الصوت الذي يضرب زينب يذكر الصوت الذي يضرب زينب وعلى الجسم الذي في السجن يرمى بسياط وعلى الأوجاع يسحب كلما يطلب الصوت الحقود يذكر الصوت الذي يضرب زينب يذكر الصوت الذي يضرب زينب وعلى من ذاق القدر سوما وعلى الخد الذي قهر المترى وعلى النحر الذي حز ولكن
بعده الجسم على الغبراء يسلى. وعلى الجسم الذي في السجن يرمى بسياق على الأوجاع يسحب. كلما يقربه صوت حقه دم يذكر الصوت الذي يضرب زينا. يذكر الصوت الذي يضرب زينا. على الجسم الذي في السجن يرمى بسياط وعلى الأوجاع يسحب. كلما يضرب صوت حقود يذكر الصوت الذي يضرب زينا. يذكر الصوت الذي يضرب زينا. على الجسم الذي في السجن يرمى بسياط وعلى الأوجاع يسحب. كلما يضرب صوت حقود يذكر الصوت الذي يضرب زينا. يذكر الصوت الذي يضرب زينا. ما انتهت آلامكم في غربة العمر تتوالى وجعا بالحمي والقفر. ما انتهت آلامكم في غربة العمر تتوالى وجعا بالقتل والقهر. خيروكم سعادتي بين دنياكم أو السيوف تصطلي أو أدل أسري. غير أن القلب قايا يضيق الذل أو فناء العمر ما بين يد القدر. وطلبتم عزة تلقى إلى الله ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. ما انتهت آلامكم في غربة العمر تتوالى وجع القلب والقصر. خيروكم سعادتي بين الدنيا وكل أو السيوف تصطلي أو أدى الأسر. غير أن القلب لقى يضيق الذل أو فناء العمر ما بين يد القدر. وطلبتم عزة تلقى إلى الله ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. ما انتهت آلامكم في غربة العمر تتوالى وجعا بالقتل والقهر. خياروكم سادت بين دنياكم أو سيوف تصطلي أو أذى الأسر. غير أن القلب لا يرتضي ذلا أو فناء العمر ما بين يد الغدر. وطلبتم عزة تبقى إلى الله ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. غير أن القلب لا يرتضي ذلا أو فناء العمر ما بين يد الغدر. وطلبتم عزة تبقى إلى الله ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. الله ورفضتم كل من يدعو إلى الشر. صبرتم في البلايا والبلايا في الحياة فصرتم هذا الدين. يا ميامين يا هدافي رفعتم فاشعة الثاب في الدم الجار فالجناتي. فأنتم آية الله آية الله في النجاة. صباح
مردود في البداية والرزايا في الحياة مصدوم هذا تدي يا ميامي يا هدادي ربعتم فرحت الدار في الزمن جار الجنادي فأنتم آية الله آية الله للنجاة فأنتم آية الله آية الله للنجاة صبرتم في البلايا والرزايا في الحياة فصرتم فارة الدين يا هداتي رفعتم صرخة الثار في الدم انجار والجناحي فأنتم آية الله آية الله للنجاة فأنتم آية الله آية الله للنجاة أيها المسجون صبرا يا ابن فاطر.